أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله، إن الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل ثناؤه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها المسلمون، هذه السنة الجديدة الإسلامية الهجرية، ينبغي لكل مسلم ومؤمن أن يعلم هذه السنة، لأن هذه السنة الإسلامية ضرورية لكل مسلم، لأن كثير من الأعمال والأعمال المسنونة متعلقة بهذه السنة. قال الله جل تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، إنها بعد محرم ذلك الدين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم صوم يوم عاشوراء احتسب الله أن يكفر السنة التي قبله. وعلى ذلك قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني إياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولسائر المسلمين، وأستغفره وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا، وسبحه بكرة واصيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سميعا قديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال رحمه: نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خصوصا منهم على سيد صاحب النبوة أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق النبي رضي الله تعالى عنه، وعلى الفارق بين الواجب والثواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى آل المسلمين عبد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الأزواج المطهرات النبوة، وعلى أتباع الرسول سيدنا بن إسماعيل جامع فاطمة رضي الله تعالى عنهن، وعلى أولي جنة الحسن والحسن رضي الله تعالى عنهما، وعلى تبع العشرة المبشرين والتابعين والدارهم أجمعين، وعلى المنشطين من الإسلام إلى يوم الدين، نظهر الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اهد أئمة المسلمين إلى سنة رسول الله الخلفاء الراشدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم انصرهم على أعدائهم وعدائهم. اللهم أنسهم على أعدائهم وزلزل أقدامهم. اللهم دمر ديارهم وقرب بلادهم. اللهم خلف ملكنا يا ممالك الاسلام. اللهم وفق نبي الله من السنه والقران، واحكم هذه الدنيا نظام الاسلام. اللهم اجعل الله سبحانه وتعالى من
بالقسط والطغيان. وزي الله إلى المرات الأنبياء بشريعة العرفان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم وأفضل من خذل محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم احفظ ثاني الوباء والبلاء والمصائب والقرون والميراث وغير ذلك من الأمراض. اللهم احفظ بين خير العبد وأرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله اذكروا الله يذكركم وادعوا ليستجب لكم ولذكر الله تعالى على وعزة المهمة أكبر سووا الصدور.